ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا. كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى معانا البوتي فور بطريقة سهلة جدا وأربع مكونات. معايا كيلو إلا ربع من الزبدة النيوزيلندي، ومعايا أربع بيضات، تلاتة صفار وبيضة كاملة. أما بالنسبة للبياض ده اللي أنا فصلته عن الصفار، يبقى معايا تلاتة من الصفار وبيضة كاملة، ومعايا كمان رشة فانيليا، ومعايا كيلو دقيق، دقيق كحك وبسكويت. لازم أن يكون دقيق كحك وبسكويت عشان يديكي نتيجة مرضية جدا. كمان معايا هنا حوالي ربع كيلو من السكر البودرة، يعني بمقام كوبايتين من السكر البودرة. هاخدهم وهحطهم في العجان بالشكل ده وهبدأ أضربهم. لو ما عندكيش عجان يبقى المضرب الكهربائي هو اللي هي يعني يعملهم لك زي الكريم الشانتيه كده بالظبط. لازم نفضل نضربهم مع السكر لغاية ما المواد دي تتمازج مع بعض وتبقى شبه الكريم شانتيه كده شوية. العملية دي بتخلي البوتيفور بتاعك ناعم وتحفة، تحفة جدا، زي اللي بنجيبه من أكبر المحلات. هبدأ أنزل بأول بيضة اللي هي البيضة الكاملة، الصفار بالبياض، وبعد كده معايا ثلاثة من الصفار هنزل بيهم. طبعا الصفار بيخلي البوتيفور بتاعك ناعم جدا جدا، وما ينفعش نحط طبعا الأربعة الصفار، لأن لو حطينا الأربعة هتلاقيه ناعم لدرجة ان انت مش هتعرفي تمسكيه في ايدك وتزويه والكلام ده. البياض الواحد ده بيقوم بعملية ان العجينة تبقى ماسكة شوية، ولو زودنا البياض كله بتاع البيض هتلاقي البوتيفور منك نشف. فخليكي ماشية على الوصفة عشان تطلعي حاجة حلوة جدا. بعد كده بصوا ده القوام المطلوب مع الزبدة والسكر. بعد كده هجيب كيلو من الدقيق الخمس نجوم او دقيق الحلويات، وهبدأ ان انا انخله كويس جدا علشان يديني البودفور بتاعي، يعني يبقى مفرغ ومقرمش يعني وناعم جدا. بعد كده انا خلصت الكمية كلها بالشكل ده، هنزل بقى بالعجان وغيرت السلاح بتاع العجان. في الوقت ده انت هتبدأي تحطي الدقيق، لو ما عندكيش طبعا عجان هتبدأي تحطي العجينة ادي على الزبدة والسكر اللي احنا عملناه وتبدأي تقلبيهم بايدك. هتقلبي مش هتعجني، يعني هتبدأي تقلبي كل المواد مع بعض بالشكل ده. بعد كده هاخد المواد اللي معايا دي كلها وهدخل بيها في التلاجة حوالي بالظبط 5 دقايق او 10 دقايق. وبعد كده قبل ما ادخلها التلاجة هاخد منها معلقتين كبار من العجين اللي احنا عجناه، واحط عليه معلقتين من الكاكاو الخام، وبعد كده هبدأ ان انا اقلبهم كويس جدا جدا علشان يبقى معايا بالشوكولاتة وبالفانيليا. بصوا بقى ممتاز جدا، مش محتاجة ان انا ادخلها التلاجة، هي متماسكة اهي. هبدأ بقى اجيب معايا البلبلة بتاعت البوتيفور. طبعا ينفع تعملي بمكان البوتيفور عادي، اما بالنسبة للبلبلة هي دي نوع البلبلة بتاعي، وده نوع الكيس اللي انا هستخدمه، ده اسمه ممتاز جدا يا بنات، وبيكون بحوالي ب35 جنيه، والبلبلة فيه ب15 وفيه ب20. شوفي انت ايه اللي هيناسبك وهاتيه. ولو عندك مكنة البوتيفور تمام اشتغلي بيها. هبدأ اطلع العجين من التلاجة بعد 5 دقايق وهبدأ احطه كده في الكيس، ونقول بسم الله وننزل بالعجين بتاعنا. دي مجرد اشكال، طبعا الشكل اللي انت تحبيه اعمليه، مفيش منه اي مشكلة. انا عايزة اقول لكم ان بجد العجين تحفة جدا جدا، ولا بحط فيه بيكنج باودر ولا بحط فيه اي حاجة، وهيطلع معاكي ولا اجدعها بتيفور من افخم مكان فيكي يا مصر، ويمكن في العالم كمان، والله بدون مبالغة تحفة جدا. طبعا انا هنا بعمل يعني كام شكل كده، واللي انت حابة اعمليه. الشكل المطول ده بيبقى تحفة جدا في التزيين،
بيبقى زي السوبر لوكس اللي بيتباع في اغلى المحلات، الكيلو بيكون منه ب200 و300 جنيه، مش عارفه على ايه، ما خدش معانا اي حاجه. اهم حاجه تستخدمي نوع زبده كويس زي الزبده النوزلندي مثلا، بتبقى طعمها حلو جدا. وكمان تستخدمي نوع دقيق كويس وبس كده، وسكر بودره وفانيليا وصفار البيض مع بيضه كامله، يعني الموضوع ما فيهوش تعقيدات ولا فيه بقى مقادير ولا الكلام ده خالص. في الوقت ده انا سخنت الفرن بتاعي، ودي الاشكال اللي انا عملتها. هروح اكمل بقيه البتيفور بتاعي، وهسخن الفرن كويس جدا على درجه حراره 180. هدخل البتيفور بتاعي، مش هياخد بالظبط في الفرن اقل من 10 دقايق، ولازم انا اتابعه. انا هنا بوريكو اني انا خلاص خلصت الكمية كلها، وعايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وبجد بجد بحبكم جدا، ومحتاجة دعمكم علشان القناة ترجع تشتغل تاني بالله عليكم. هنا انا خلصت الكمية كلها، يلا نروح ندخلها الفرن. هتقعد بالظبط 10 دقايق، ولازم اوعي تسيبيه في الفرن وتغفلي عنه، لان بمجرد ما بيشم النار بيستوي على طول. شفتوا يا بنات قوامه طالع حلو، ولا سايح، ولا الشكل اللي احنا عملناه عليه اتغير ولا اي حاجه. وكمان الشوكولاته طالع تحفه جدا، استخدمت نوع كاكاو خام غير محلى. هبدا بقى ان انا اخد بقى وازينه. جبت شوكولاته خام بيضه وشوكولاته خام غامقه، وسيحتهم كده على حمام مائي. كمان معايا بندق، ومعايا كل الحاجات دي كانت عندي يعني من رمضان، ولوز وفستق وشوكولاته فرمسي. وهبدا ان انا ازين بقى كل الحاجات دي. بعد ما تزينيه زينيه وحطيه على ورق زبده، وبعد كده دخليه التلاجة بالظبط 3 دقايق وطلعيه. هيبقى معاكي متماسك، شكله حلو جدا وطعمه لذيذ جدا جدا. انصحك ان انت تجربيه، وبالله عليكي اوعي تنسي تحطيلي اللايك. كان معاكم نوجة بنت البلد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.